هذا السائل أبو فوزان يقول في هذا السؤال: هناك هدايا مجانية تأتي مع بعض البضائع لأصحاب الدكاكين، فيقوم صاحب هذا الدكان بنزعها وبيعها على المشتري، فهل هذا جائز شرعا؟ المشتري ليس له إلا السلعة، أما إذا كان الشراء وقع على السلعة وما معها من الهدية فلا يجوز للبائع أن يأخذها إذا كان البيع وقع على الجميع، أما إذا كان البيع وقع على السلعة فقط فهذه الهدية لا تدخل في البيع. نعم.